التقينا اليوم بالأستاذ الفاضل حسن علاف نائب محافظة نينوى، وكان اللقاء مثمر جدا. تم خلال اللقاء بحث إقامة مهرجان العمار والتحرير أو البناء والتحرير، والحقيقة أستاذ حسن وكعادته قدم كل الدعم المعنوي والمادي لرعاية هذا المشروع الكبير لفنانين نينوى، بالإضافة إلى دعم كل المشاريع التي تصب من أجل خدمة أبناء محافظة نينوى. باسمي وباسم كل فناني محافظة نينوى أقدم بالشكر والتقدير والعرفان للأستاذ العزيز حسن علاف. طبعاً باسمنا وباسم الحكومة المحلية نقدم الشكر الجزيل للفنان المحارب الأستاذ محمد زكي، الذي واكب المعركة بأغنياته الحربية التي رفعت معنويات المواطنين قبل معنويات القطاعات العسكرية. الشكر موصول له ولكلماته ولحنجرته الذهبية، وسيبقى إن شاء الله سفير الأغنية الموصلية اللي وصلت كل أنحاء العالم وكل أنحاء الوطن العربي. هو اليوم السفير معنا لمشروع جديد اللي هو مهرجان التحرير والبناء من أجل إعادة إعمار المدينة بأغانيها بمشاريعها وشعرائها. إن شاء الله راح نتعاون سوية كحكومة محلية مع السيد الفنان سفير الأغنية الموصلية الأستاذ محمد زكي.